شوف ايش معي هالفترة. BMW M4 Competition 2024 طبعا كشف من جوا ازرق. ان شاء الله ما اكون عم بلخبط بالالوان لان هذا كنت مفكره طول الوقت اصفر طلع اخضر لون يعني خضار ابصر شو لونه يعني بالضبط. سموهم هاي من جوا طبعا هذول بيضووا. هاي واحلى شيء واحلى ما في الموضوع انه السياره ثواني بس عشان اعطيكم اجواء كشف. لازم اورجيكم من برا كيف كمان تنكشف انه طريقه الكشف حلوه وسهله. بعتقد يمكن 20 ثانيه بتكون انكشفت فل. اوبا مام اليوم الجو حلو طالعين نفطر ومتاخرين على الفطور بس حبيت اورجيكم السياره هي مكشوفه قد ايه حلوه. شو رايكم كاربون فايبر طبعا سياره صاروخ كيف تحطها انت الفول باور هون تغير الصوت اسمع الله هاي بدون تراكشن بس نحن هاي ما بنستخدمها عشان السيارة ما تروح يمين يسار فنضلنا على الام 1 طبعا انت بتحددهم هدول انت بدك الام 1 ولا الام 2 انت بتحط الام 1 مثلا هادية او فول باور او 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 المهم هذه السيارة بشكل عام حبيتها. هلا حسكر الكشف وحارجع افتحه عشان اورجيكم بس انه كيف كيف شكله من برا. خلي اخرب لعن ام النحس بيكون. المهم حنزل هلا احط الكاميرا برا ماشي وارجع لكم. يلا اوكي يلا ان شاء الله التليفون ما يوقع. قولي كم ثانية تتذكر من فترة إنه أنا الغيسي رجعنا جلوبال فيلج؟ أيوة صح رحنا مسيطرة تنننت عملتك مسطرة تنننت حخليك اللوجو طب إيش بيفكرك المكان ده بحاجة؟ آه إيه؟ هاي سارة تقول لي هاي سارة شو بيسكرك هون؟ أنا اللي والله ما بعرف قلت لي مو فهمان مش فهمان مفكر هذا إنه أول مرة لقينا هون أنت مو فهمان؟ ركز شوية ركز فكر بس شوي هو لسه جعان صح؟ انت لسه جعان؟ جعان صح؟ آه. انت لسه يعني فطرت وقعدت ولسه ما وصل الاكل لمخك؟ اوكي رح اقول لك استغفر الله روح كل النكته. تتذكر وقت اجينا على جلوبال فيلج وطلعنا وانا انا واسلام مو اكلين شيء ولا عاملين شيء وطلبنا المتابعين ينقوا فوق راسك انه ترجعنا لهون. احنا فين دلوقتي؟ تعال هون ورق بيشتكي عليك فكر منك ده جري ليه؟ هرب منك هلا نحن بجلوبال فيلج القرية العالمية هلا بدي فرجيكم الأكل على أصوله أوكي آخر مرة ما لحقنا كيف كانت شعبين؟ دلوقتي لا عندنا وقت هلا عندنا وقت كيفكم شباب؟ مرحبا أهلا يا جماعة أول شي خلينا نرسم الخطة يا جماعة خلينا نرسم الخطة وين اول مكان رح نروح محار 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 يلا ليتس جو لانه هو ده الوحيد من هون من هون من هون من هون من هون من هون هلا يا اهلا اكيد الله يسعدك كيف اول محطة بشارع السعادة رايحين ناكل محار هون
الشارع كله اكل ولذاذة و... حس احلى سحور. ايه هذا فطور وسحور، ما فطرنا يعني ما فطرنا كثير منيح، بس انه اطيب سحور يكون جلوبال فيلج. هلا كمان بس نخلص اكل وهيك بنروح نفرجيهم وين تعرفنا على بعض. شو رايك؟ كل مره نور كل مره لا ما قفنا هون بلا خلص شريط لا هذا هو شارع السعادة، هيك يمين ويسار في أكل والمحار ليك وين ستيف؟ وين ستيف؟ ستيف أنا هنا اكسترا صوص يمي يمي. طبعا طلبت ثلاثة أنا مشان ما حدا يتخانق، واحدة إلي واحدة لغيث واحدة لإسلام. أيوة العادة أنا نجيب واحدة على أساس إنه شو إنه نحنا هذا من end up ordering like five. يعني اللي ما بيجرى هون وبيدوق هذا الشيء راح عليكم نص عمركم، نص عمركم. ممكن اجي ادوق هاي اللي هي البطاطا الطويله، كانت ترند على التيك توك على فكره. هاي يس ات واز ا ترند اون تيك توك. هلا جاي ادوقها هيك يكون شكلها. طلبنا واحده بس انه لثلاثه ندوق مع كاتشب، تسكيت الجوع يعني لبين ما نشوف اشياء ثانيه. صراحه المفروض نرجع للبحر ثاني اخر شيء بدنا ندوق بدنا ناكل ثاني. انا سمعت الجملة دي المرة اللي فاتت وما شفتها. لا 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 خلص يلا لا تخاف اليوم عندك أنا الموضوع. أنا الكابتن. إيه مديرة أمن ال خلي العالمية. ساعة طالعنا نايس يوم أوكي لا خلص بكفي. عبيناها كتشب. أنت طلبت كاتشب؟ لو ما طلعت طيبة طلبت كاتشب بس؟ لا لو ما طلعت طيبة فينا نرجع؟ شغالين النهارده احنا اوف على فكره. سكرته النهارده اوف على فكره. اوف خلاص لحظه 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 زيد زيد اغيث اجيب لكم فور ولا تمام؟ لا 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 دود دودان حسخني والله. طيب دو انا يلا روح اسال دو انا تراي وات از ات It's French fries. French fries. Yes. Oh, wow. With ketchup. Oh wow. Have one. My bad. صار هي حبيبي خزقت ايدي وصلت. هذا الكيس عندنا وذا سوا. والله في خشب زياده ذوقوا حبه. ساعتين. عارفكم. بلشنا بالديزرت نحكي لو قبل نحن لسه في البدايات. اوكي بس سؤلت ثاني هذا الحرب احمدي نجاد لكن شو اسمه احمدي نجاد اللي منو هذا احمدي نجاد جسمه صح مديتي احمد نتاجي احمد مديتي احمد شو بوسنيا بدك بوسنيا؟ لا شو بدك؟ شكلك عم تطلع على بوسنيا؟ لا عم بدي اوكي جايز سو احكي لكم قصه كيف وين تعرفنا على بعض انا وغيث. فهنا مغيرين القريات هون بالقريه العالميه هون وين مكتوب امريكاز كانت القريه السوريه اوكي؟ وهون بهي الساحه وين تعرفنا على بعض؟ خلاص انت شو بكي؟ ليك حكيتها؟ لأنك أنت عم تحكي ما حكيت والله. المهم هاي هون كنت عم باكل هوت شيبس، كنت عم باكل العصاية البطاطا وقاعدة هون أوكي وين قاعدين هدول العالم. كان غيث هون أو هون صح؟ تعالوا عم تحاول توقف يعني الأدب جميلة انت من رفقاتي رح نعمل تمثيلية كيف غيث كان تعرف عليه وكيف عزفنا انا واقف مع رفقاتي اوكي؟ الواد اللي هناك ده حلو كنت واقف اجين اقولها لك من تاني؟ ايه اجين فاكر الواد اللي هناك ده حلو يا بنت تقالي شوية خدي يا بنت لا انت ما بتجيني لكن انت ما بتجيني بعدين انا بجيك طب عرفت بالحيط هبله نفس نرجع نعيد اسلام نرجع نعيد يلا
لما رح نعيد التمثيليه انت المفروض تقلي مثل ما فيتي قالت لي قلي طلعي وراكي غيث عم يطلع عليكي طلعي وراكي غيث عم يطلع عليك اروح تري احمد الشوكي المخرج فيه توليت بيبي توليت يلا 3 2 1 فكرة بس واقف هناك عادي بص عليكي ايه والله اه بص وراكي مرحبا اهلا مرحبا انا شايفك قبل صح من فور معك اكثر من مره لا وين يعني بكل مكان عم بقول شايفك قبل شو اسمك ساره حلو قد ايه عمرك 20 حلو عم بقول شايف هالعمر قبل حضرتك عايشه هون يعني حلو ما كنت عم تعمل هيك بتسيك بنطلونك خليك عم تتوتر ضعت بضاعة البنك لا مو هيك كود شوف ايه قديش صار لك هون؟ ايه صلي عايش هون والله زمان لا قصدي قديش صار لك هون؟ في البلد في الجلوبال فيليج ايه صلي هيك شيء يعني ان شاء الله هيك شيء؟ ايه شو صار معك كمان؟ شو ما في؟ ضاعت بضاعة البنك لا وشو عملت؟ الحمد لله ما لقيتها طيب وشو عملت؟ بس حاب اخذ رايك لا سوري لا ما بقدر بس انستغرام انا رجع عملت لك فولو والله؟ شو اسمك على الانستغرام؟ هلا بكتب لك يا دغري بيطلع عامل فولو ايوه ايه خلص كل ايات خلص طيب حبعت لك بس انا شايفك بمكان يعني بس ما بتذكر وين شايفك؟ الاحلام بالاوقات كنسل خدي عامل لك اوكي نحن رح نرجع بعدين على شو؟ نحن رح زلابيا شو زلابيا؟ دي الزلابيا هي دي اسمها زلابيا شو هاي زلابيا؟ هاي اللقيمات هاي ولا اللقيمات شو؟ لقيمات؟ لقيمات نحن بنقول زلابيا لقيمات؟ الله يرحمه لقيمات لقيمات طب لقيمات مش عارف والله والله تافهين خلصنا من شارع سعدة هلا اجينا على فيست ستريت كمان ما خلصنا نحن انا اكرر خمس محارات تمام بس اقول لك بدي اشرح خمس محارات لففتينا هيك عشان نروح على مطعم ثاني هضمتهم للمحارات اوكي بنرجع أنا جوعان اوكي بنرجع مع هذا الهدف وين بدي ارجع طب ليش عم بمشي اوكي شوف هون كمان في اكل ما في شو بدي اكل هون شوف في كثير اشياء نونو شو نونو نودو ولا نودو 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 بالمغرب يعني قوموا يلا نودو يلا طيب في عندك باستا هون اوكي في هون ريزوتو جابالي جربه منجيب وحده جابتنا لهون اكل شيش برك لا ايش شيش برك شيش برك شيش برك يعني قاعد برك حلو شيش برك يعني الشيش قاعد الاكل في بركه طب في تشيكي تشيكي في طيب برجر. في تشيكي لا يعني مش هاد روح اللي جنبه في تشيكي هاد شيش برك ليكو ليك شو لذيذ مع انه بعرف اعمله بس يعني لا 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 ليه اما بركه ده باكل اكل سوري انا يا الله مطعم سوري بالحمديه بالبيت عندي طيب اوكي في لازانيا لازانيا باكلها في الاردن عند يا الله غيث الشارع طيب اوكي جو جيت تشيكي تشيكي كثير طيب تشيكي شو هذا ممكن تدوقوا تشيكي برجر لا. لا 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 مش حلو لا لا كثير طيب لا. انتوا لازم تجوا على جلوبال فيليج مع عالم تفهم انه تتمشى تاكل لقم المفروض الواحد بيجي على جلوبال فيليج بياخذ بيطلب وجبه وحده بيتقاسموا والكل مشان ما يشبعوا مشان ياكل كثير اكلات انا جاي مع مفاجيع نرفزوني ما عاد بدي اجي ما عاد بدي اعمل شيء خلص ما في فقرة جلوبال فيليج روحوا بهدلوا غيث والله كله بسبب غيث جينا ناكل كمان لازانيا من هذا المكان يمي يمي ليش جبت لي واحدة كاملة لحالي؟ مين قال لك هاي لك جبت له الاسلام بس انت كلي معي عاد خذ يا ابني جينا على شارع السعادة لانه ما بنقدر يعني راجعين ناكل المحار ونشوف اذا في اشياء ثانية كمان هون بين ما نستنى المحار دخلت على القرية الأفريقية لأنه كتير بعشق الكريمات والزيوت اللي عندهم ياها هاي بيوتيفول يلا كلهم
يلا ايوه I want nice oil smell body. انا ركبت الجمله على راسي. على you have oil على راسك. Nice oil على راسك. شكرا. ما شاء الله اسلام. هون انت مكانك. تبغى تسوي هاجوس؟ اسوي هاجوس؟ لا شو اسمه؟ جدولات. جدل شعراتك. ايه انتوا بتعملوا هنا؟ ايه انا هون. هنا انا موجوده هنا. بتعملوا؟ ايه بعد ثلاث ساعات هنا؟ بعد ثلاث ساعات هنا؟ لا لا لا. كيف كيف تعرفي اسمي؟ انا بعد فلسي تعالي. انا حلو هذا. شو هذا الشيء؟ شيا بتر كاكاو بتر اورجانيك. جيبي ايون ايد الثانيه ثواني. عم انت اي حاجه تحطي. انت سبحتي. انت اي حاجه تحطي. سبع ميكس اويل. انتوا لازم بنات يجوا على قريه. سبع ميكس اويل. زيت زيتون. زيت علي. قلبي لما اوه هاي حلوه. زيت محرك. اخذتي بيب. بيب كمان. نزلك هلا بصوت الاويل. لا 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 كمون بيب. ساره هتمشي. قلت لك كمون ليس. وين اقعد؟ اودي برنسس. الله صح. شلون بتصير؟ هلا بتغسل لي ايدي لساعه صح؟ ايوه ايوه. ساره تسوي لنا احلى دعايه. ساره مشي الحال. اوكي بتسوي لي احلى دعايه. انا بسوي لك هلو سكرا. انا اسمي سوسو مجنونه. انت اسمك سوسو مجنونه؟ ايوه ايوه. وانت شو؟ عائشه. انا مو مجنونه. انت مو مجنونه بس هي سوسو مجنونه. اي بنت بتفوت على القريه الافريقيه بتطلع بتلمع. دلكه سودانيه جاهزه. الله. ايه وين تعال تعال عمودي 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 عمودي. الله ومساج وحركات كمان. اوف غيس احلى شيء بالعالم. كمون جايز انسايد. لا لا شكرا. بليز. لا لا والله هاف سبيس. والله انا مبسوط. والله انت بعد تبغى تجرب تعال. انت كمان تجرب. عندي سر لك. ساره انت بتسبحي هنا؟ هذا اتركوني عم بتدلل. هذا شو؟ كركمر. كركمر؟ يا هذا التفتي منطقة الحساسية كثير حلو. والله سكراب ابن كلب يا جماعة. وهذا شو كلهم هدول بتبيعون؟ ايوه. شو احلى شيء؟ اولا دالكاستاني بالكركم مر نمبر 1. عندي البان الذكر. البان الذكر بالارقصوص نيلا اكرفاسي كوفي. وشو بيعملوا هدول؟ تكشير تفتي. ايوه تهويد اللون. سبي هيك طريقة لوشكي كم سبي. وهي شو؟ هذا الصابون الافريقية عشان اكزيم الرجيك تشققات. تشققات ايوه. استريتش مارت في الوش في الجسم بيطلع هابو بيشل الهابو بعد. اوه برجع لكم يا جماعة. عملنا سبا كامل. جايز ايدي عم تلمع لمع. فأنا رح اخذ هاد مبدئيا لانه ريحته بتشل. اوكي هلا بدها تعمل لي ايدي تاني. يعني بس ليكو والله عم تلمع لمع. سوسو مجنونة. سوسو مجنونة. يا جماعة أخذت أغراض. هلا بفرجيكم شو من 26. نانا باجز اند كوزمتكس شوب 26 بي جلوبال فيلج. ماسك الكيس حطه بخلص الإعلان بعدين بتعطيكي. افتحها افتحها بس طلع لي اياهم واحدة واحدة. بس أول واحدة أول شيء لوانة تذكر. أوكي بس أخذت هاد السكراب للجسم. هاد رهيب يا جماعة. ريحته ما عم تصوري ايدها للبنت. اه سوري. هاد رهيب يا جماعة. ريحته بتجنن. ريحته نظافة. اوكي وهذا الصابون حلو مرة. بس طبعا كل هدول الثلاثة ب 20 درهم. شو صار؟ هذا 250 درهم تنزل. تيجوا يسوى لكم ديسكاونت. سوسو مجنونة بتستناكم كله على الكارت. ايوه انتوا تعالوا لعند سوسو مجنونة وقولوا لنا احنا اجينا من طرف سارة. سارة عندكم لا اهلا تنزيلات. بس تعالوا منا. ايوه اوكي ايوه تمام. راوند 2 من المحار. ما بنقدر بدون ما نرجع ناكل محار مره ثانيه. شو بالطفوله يا جماعه مش مشتوت. هذا كان جنب بيتي بيت اهلي. يعني كنت دائما اشرب بلو سيرب مع ريد بول بيكون في بابلز جوا. اوكي يا جماعه محل المانجا اللي هو ختامها مسك.
مانجو مينيا. اوكي السلام عليكم. عليكم السلام. يريد واحد مانجو يريد واحد. شو عم بصير؟ مانجو بس سبايسي ويا دقوس وليمون. تو هاي اسمه تفجير. دقوس is my life. بدي اجيب تي شيرت تكتب عليها دقوس is my life. ايوه ليك ليك ليك. اوبا واتس ذس واتس ذس. ايوه شو هاي؟ سول. لا لا مش كتير قوي. هاي لا هاي مو هاي معادي هاي اللي اوف الله. بس بعدتنا تعمل بلولو والله بعدتنا. عند اللايم هي لذاذتها باللايم مو الليمون. ايوه وبيحطوا مانجا حامضه وحلوه. اكسترا اكسترا خلاص نشرب ليمون كذا مش هناكل مانجا. انت شو خلاص. ايوه نزاره. حلو سوي اجين اجين اجين. الله ليش بدي نفس الجهاز؟ ما في خلص. من وين؟ من هون؟ عم بتسوي له اعلان؟ تعالي اجيب لك. بدك واحد؟ مو طلبنا احنا واحد اوريدي؟ اي ثينك؟ ايه طلبنا واحد. طلبنا واحد ما؟ ايه وخلينا نجيب واحد كمان شو رايك؟ الله ستيف ستيف هتروح ازاي؟ انت اللي بلدنا بالبتاع ده. انت اللي بلدنا كابتن معلم تتخانق مع الدبان يا كابتن. ساره شو شو هاي؟ شو بدك؟ رش رش شو المشي؟ بس نمشي اذا في بابل. اه والله؟ اوكي يلا خلص كمل على السياره. السياره على اليسار. والله مسطول اقسم بالله ولا حبه هاي ولا حبه.